أسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأحبتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزول الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء. ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء، يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفذته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. نسألك يا الله خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام والمسلمين، واجعل أمرهم في وبال، وكيدهم في وبال، وأمرهم في سفال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، وأصلح أحوالهم، واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأدم على هذه البلاد نعمة التوحيد والسنة، ونعمة الأمن والسلام والاستقرار والرخاء يا سميع الدعاء. اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، وتقبل شهداءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ على نبينا محمد إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، وعلى آله الشرفاء وصحابته الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.